السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. حلقة النهاردة من حلقات الرد على المتابعين الكرام. بتوصلني رسائل في حلقات في مواضيع معينه، يعني بجهز انا مجموعه من الحلقات لوقت معين وابدا ارد على حضراتكم في حلقات متتاليه. حلقه النهارده ردا على استفسار ازاي نقدر نعالج مشكله الشعر اللي بينمو تحت الجلد وخصوصا في المنطقه الحساسه. بالنسبه للشعر دوت، عشان بس اللي مش واخد باله، هو بيكون الشعر دوت يعني المفروض الشعر الطبيعي بينمو بالصوره الطبيعيه اللي احنا عارفينها. بالنسبه للحاله ديت الشعر بيلتف، وبدل ما يطلع فوق الجلد بيلتف وبالتالي بينمو بصوره خاطئه، وبالتالي بينمو من الداخل. الموضوع دوت بيعمل انسداد في بصيلات الشعر، وبالتالي بيظهر بقع سوداء على البشره، وبالتالي بيكون مظهرها غير مرضي. النهارده ان شاء الله نقدر نتخلص من المشكله ديت بشكل طبيعي جدا. هقدم لحضراتكم اكتر من طريقه سريعا ازاي نقدر نعملها. اول مكون معانا النهارده ممكن نستخدمه في علاج المشكله ديت هو معجون الاسنان، وده نقدر نستخدم فيه اي معجون اسنان يا جماعه متوفر عندنا نقدر نستخدمه، بان احنا ناخد كميه منه ونبدا ان احنا نفرد الخليط دوت على المنطقه المصابه، وده طبعا بعد ما نرطب المنطقه ديت بالميه الدافيه، ونفرك معجون الاسنان عليها لمده 10 دقائق ونعمل تدليك، وبعد كده نسيبه مده ربع ساعه، ونقدر ان احنا نشطب بميه فتره، نعيد الموضوع دوت يوميا لحد ما نوصل ان شاء الله للنتيجه ان شاء الله المرضيه. الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نستخدم الخل الابيض العادي، اي نوع خل يا جماعه متوفر عندنا. نيجي على نصفي ان نحط في كوبايه او في وعاء شويه صغيرين خالص من الخل، ونجيب قطعه من القطن الطبي ونغمسها في الخل دوت، ونبدا ان احنا نفرك المنطقه المصابه بحركات دائريه لمده ثلث ساعه بقطعه القطن المبلله بالخل. الوصفه دي يا جماعه نعملها 3 مرات في اليوم لحد ما يزول ان شاء الله المشكله تماما، ونزول الشعر والنقط السوداء باذن الله هتنتهي تماما. الطريقه اللي بعد كده ان احنا نستخدم زيت الزيتون. زيت الزيتون يا جماعه طبعا رائع جدا، نقدر نستخدمه في وصفه النهارده، بان احنا نضيف كميه من زيت الزيتون لقليل من الملح ونخلطهم مع بعض، وبعد كده نفرك المنطقه المصابه بالخليط دوت لمده 3 ساعه، وبعد كده نشطب بميه فتره، وبعد الوصفه نقدر ان احنا نرطب الجلد باي كريم مرطب بنستعمله، ونعيد الوصفه ديت يا جماعه يوميا ان شاء الله لحد ما هتنتهي باذن الله المشكله تماما. اللي بعد كده ممكن نستخدم اقراص الاسبرين. دي اقراص الاسبرين يا جماعه اللي مش عارفها، هناخد كميه من اقراص الاسبرين من حوالي من 3 لـ4 حبات على اقصى حد 5 حبات، هنطحنهم طحن كويس جدا، وبعد كده نحطهم في ميه دافيه ونحركهم في الميه لحد ما يدوب الاسبرين تماما. بعد كده هنبدا ناخد الخليط دوت نحطه على منطقه الجلد المصابه، ونعمل تدليك بشكل جيد جدا لمده ربع ساعه. الوصفه دي هنعملها برضو كل يوم لحد باذن الله ما تنتهي المشكله تماما. الوصفه اللي بعد كده نقدر نستخدم فيها معجون الاسنان مع الاسبرين. يعني احنا عملنا وصفه لمعجون الاسنان وعملنا وصفه للاسبرين، لا، الطريقه اللي احنا نعملها ديت ممكن نستخدم فيها الاثنين مع بعض، المكونين الاسبرين مع معجون الاسنان. ناخد ما يعادل من 4 لـ5 حبايات من اقراص الاسبرين مع ما يساويهم من معجون الاسنان، ونطحن طبعا الاسبرين لحد ما يبقى بودره كده اهوت، وبعد كده ناخد المعجون مع الاسبرين نعمل عجينه نقدر نستخدمها في عمليه فرد على المنطقه المصابة اللي هي طبعا فيها الشعر الزائد واللي بينمو تحت الجلد وفي المنطقة الحساسة. بس طبعا هنخفف بس ايه المعجون دوت بقليل من قطرات الماء، ونبدأ نحطه على المنطقة المصابة ونسيبه لحد ما ينشف تماما، وبعد كده نغسل بمية فترة. نعمل الوصفة ديت ان شاء الله نعملها من 3 لـ4 مرات في اليوم، ونستمر عليها لحد ما تنتهي المشكله تماما. اتمنى ان كل الوصفات اللي قدمتها لحضراتكم افادتكم، تقدروا تختاروا ما يناسبكم من الوصفات اللي هو السهل بالنسبه لكم والمتوفر في البيت عندكم. كل وصفه من الوصفات لوحدها ان شاء الله تقدر تساعدكم على التخلص من المشكله تماما. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى ان انا ما اكونش طولت على حضراتكم. اشكركم على حسن المتابعه، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.